وزير العدل يعين شروق الجدعان نائبا لمدير شؤون النفقة. الحقيقة في عهدك هناك خطوات كبيرة، يعني تشوف على موضوع كاتبة العدل وعلى المصلحات وعلى خطيتها في تمكين المرأة، يمكن آخرها شروق الجدعان. إلى أي حد سيصل مشروع تمكين المرأة في المنظومة العدلية؟ هو الحقيقة نظرتنا لمسألة التوظيف تنطلق من أساس واضح، وهو أن الكفاءة والجدارة هي الأساس في التوظيف في وزارة العدل بغض النظر عن أي اعتبار آخر. ولذلك لما تم توظيف المرأة في الوزارة الحقيقة حققت مكتسبات كثيرة، وأثبتت في على وجه العموم فعالية كبيرة في أداء الوظائف، وهذا أداء بيكون المرأة كان جيد عندكم. جيد جدا إلى أي حد بتوسعه؟ في وين كل بتوصله؟ ما يتعلق الوظائف. الآن تطرح هي للرجال والنساء حتى كاتبات العدل أو الموثقين أو يعني المحامين. خليني أكون أكثر صراحة معك، التمكين هل سيصل إلى كرسي القضاء؟ هل سنشاهد قريبا قاضية سعودية؟ بالنسبة لنظام القضاء حدد شروط القاضي بشكل واضح وصريح، ونحن في الجهاز القضائي معنيين بتطبيق النظام لا بسن النظام، ولذلك كل ما نص عليه النظام أو أجازه نستخدمه، وهذه هي سلطة أو هذه هي مهمة الجهاز القضائي. يعني انت تقول التشريع ما هو بعندي، نعم، هو من عنده مهمة التشريع؟ التشريع عند السلطة التنظيمية، ايه وهذا معروف. نظام القضاء بالعكس، القضاء عموما وسواء كان المجلس على القضاء أو الجهات الأخرى، هي لابد أن تكون أكثر الناس حرصا أو أكثر الجهات حرصا على تطبيق نصوص القانون.